بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. طبعا كثير من الأمهات وكثير من التلاميذ على أعصابهم تزامنا مع تصحيح شهادة التعليم شهادة التعليم المتوسط العفو بيام 2023. طبعا الفيديو كلها بشرى سارة للأمهات، البشرى والسرور يظهر على المصححين أساتذة المصححين مادة اللغة العربية ومادة اللغة الفرنسية. طبعا النقاط في اللغة الفرنسية تصل إلى 20/20، كثير مش واحدة مش زوج نقاط، تلاميذ يتحصلون على 20/20، والغالبية الساحقة تحصلت على المعدل في اللغة الفرنسية وكذلك في مادة اللغة العربية. طبعا هذا البشرى كثير من الأمهات ينتظروها، وبزاف لي كومونتير لقيتهم في القناة: أستاذة عرفت كذا، أستاذة ما عرفتش كذا، أستاذة ما درتش كذا، باقين يدقوا في التفصيل في التفاصيل. طبعا الوضعية الإدماجية هي اللي تسمح لك باش تدي النقطة الكافية، ولا النقطة اللي ترضى بها في الامتحان. يستبشر أساتذة اللغة العربية في أوقات الاقتطاع تاع التصحيح، وعند خروجهم مركز التصحيح اليوم الثاني على التوالي بنقاط جيدة جدا، نقاط جيدة جدا في مادة اللغة العربية. طبعا هما كانوا يقولوا بلي الامتحان كان في متناول التلاميذ، وخصوصا الوضعية الإدماجية حسابهم هما حساب المصححين، قال لك أبدعوا التلاميذ في الإنتاج الكتابي. كذلك في مادة اللغة الفرنسية، طبعا الأساتذة اللغة الفرنسية قال لك احنا من زمان ما شفناش هذا النتائج المشرفة. كنا ندخلوا خايفين من الإجابات المستفزة أحيانا الأستاذ اللغة الفرنسية. قال هذا الدورة كانت في مستوى كل التلاميذ، طبعا مستبشرون نسبة كبيرة من النجاح والنقاط الممتازة في موضوع اللغة الفرنسية. وكذلك حتى الوضعية الإدماجية قال لك خدموا ما شاء الله. طبعا كثير من الأساتذة قلت لك أعطيناهم 20/20، ما لقيناش واش نقلعوا لهم. طبعا هنايا نحن في انتظار انتهاء التصحيح، وهذه طبعا تبقى أقاويل الأساتذة اللي بحال باستثناء مادة الرياضيات اللي كان طويل والأساتذة ما قدروش يكملوا حتى التصحيح الأول اليوم لطول الموضوع، وكذلك التدقيق في إعطاء النتيجة. نحن على أعصابنا كأساتذة، كمصححين، كأولياء، كتلاميذ، نحن على أعصابنا. طبعا النتائج راح تخرج وزاريا كما قالت الوزارة يوم 25 جوان، ممكن تتقدم إذا تمت العمل التصحيح بهذا التسارع وبهذه الوتيرة، وممكن تتأخر طبعا تتزامن مع عيد الأضحى المبارك. وكذلك كاين تلاميذ ما يسعفهمش الحظ باش ينالوا شهادة التعليم المتوسط، أكيد الوزارة راح تأخذ بعين الاعتبار عيد الأضحى المبارك، ما تخليهمش يفوتوه دموع، تقول لك نخلوه حتى يفوت عيد الأضحى المبارك ويكون إعلان النتائج 1 جويلية ولا 2 جويلية. طبعا استبشر مثل أساتذة المصححين، استبشر بالنتائج الجيدة. طبعا أنباء عن نتائج جيدة في شهادة التعليم المتوسط، وحتى في مادة اللغة العربية قلت لك كاين تلاميذ الكتابة ما يحسنوهاش وأجابوا، وحتى اللغة الفرنسية نفس الملاحظة، كاين تلاميذ قلت لك بالسيف قرينا لهم واش كتبوا وكانت الإجابة صحيحة. قال لك هنايا رجعوا كاع سيغتو الاولى نرجع اللغه الفرنسيه، قال لك لسهوله الموضوع وكذلك سهوله التناول بالنسبه للتلميذ، ما كانش فيه لي بياج وما كانش فيه دي كيسيون انديريكت، يعني ما كانش فيه اسئله غير مباشره، التلميذ يجاوب مباشره. وكذلك كان متطرق له الموضوع من اولى متوسط وكان في متناول جميع التلاميذ. البشرى انقلتها للامهات. طبعا نتمنى لكم تفرحوا انتما او الابناء تاعكم في هذا الشهاده التعليم المتوسط. كذلك ان شاء الله كل المواد يخدموا فيهم. طبعا احنا شادين قلوبنا على ماده الرياضيات لطول الموضوع وعدم كفايه الوقت
كاين التلاميذ يقول لك نكمل نبدا التمرين الاول التمرين الثاني التمرين الثالث ومن بعد نروح للوضعيه الادماجيه وما داش في الاعتبار الوقت. كان واحد التلاميذ كانوا اذكياء بداو بالتمارين اللي يقدروا يحلوها وخلاو المواضيع الاخرى اللي فيها حسابات يسير من بعد هكا لقطوا نقاطك. وكاين وخد اخرين والو تبعوا المنهجيه كمل التمرين الاول بعد التمرين الثاني وبعد التمرين الثالث الى غير ذلك. هنا ما كفاهمش الوقت كلمه وصلوش كاع الوضعيه الادماجيه طبعا. وهذا اللي يشكل ضغط على الاساتذه التريضيات اثناء التصحيح. كلمة كملوش التصحيح الاول اليوم في اليوم الثاني ما كملوش التصحيح الاول لخش كان تصحيحين التصحيح الاول التصحيح الثاني ومن بعد التصحيح المقابل يعني التصحيح رقم 3. هذا في حالة ما اذا كانت النقطة تاع المصحح الاول والنقطة تاع المصحح الثاني بينتهم اختلاف اكثر من 3 نقاط هنا هنات النقطة تخضع للتصحيح الثالث. طبعا انا نتبع لي كومونتير تاع الامهات وتاع التلاميذ خصوصا بعد ما درت التصحيح النموذجي تاع ماده اللغه العربيه. كاين بزاف اللي قاعدوا يدققوا في التصحيح. شوف ما تدققش في التصحيح تاعك ما تدققش في الاجابه تاعك سورتو اللغه العربيه ما قاديش يعطيك 20 على 20. اللغه الفرنسيه قالوا عطينا وعطاو 20 على 20. ماده اللغه العربيه ما كانش 20 على 20 طبعا واعر الحال صعيبه باش تدي 20 على 20 تدي 12 يسر تدي 12 ومعامل تاعها ياسر ومعامل تاعها مرتفع تضمن النجاح في شهادة التعليم المتوسط خصوصا اللغة العربية. نتمنى لكم كاع التوفيق أعزائي التلاميذ وأعزائي الطلبة. إن شاء الله نفرحوا كاع حنا وياكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.